جريمة أخرى موصوفة ذات طابع دبلوماسي. الشيء الذي حرمه القانون الدولي، لكن معروف أن الشهيد رضي كان دائما يقف إلى جانب المبادئ ويقف إلى جانب حقوق الأمة. يعني هذا المحور هو محور الحق ومحور الصدق. هذا المناضل الذي قدم أغلى ما يملك في سبيل الحفاظ والقوة لهذا المحور الذي يناضل ضد قوى الإرهاب والشر والطغيان.